احنا معانا للتعليق على الخبرين دول على الهاتف الدكتورة سارة كيرا، مدير المركز الأوروبي الشمال أفريقي للأبحاث. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، مساء حضرتك. يعني الحقيقة اضطرابات في القارة العجوز، يعني في أكتر من دولة، أزمة طاقة، أزمة غذاء، مظاهرات، بعض الإضرابات في فرنسا. شايفة حضرتك شكل يعني الأيام القادمة بالنسبة لهذه القارة، خاصة لو توقفنا قدام الكلمة اللي قالها ماكرون لما كان بيتكلم على النفط أو على الأسعار بتاعة الطاقة، وبيتكلم على أنه أمريكا بتديهم الطاقة 4 أضعاف ما بتديها لمصانعها أو للداخل الأمريكي، وهذا الاستغلال الأمريكي. متصورة حضرتك ده ممكن يكون بداية لانهيار فكرة الاتحاد الأوروبي؟ فعلا ممكن يخرج بعض الدول من حلف الناتو؟ هل ممكن ده يأثر فيما بعد على شكل مسار الحرب الأوكرانية، يعتمد بوتين على هذا الصراع مثلا؟ خلينا نقول يا فندم ان كل الأسباب اللي حضرتك ذكرتيها في المقدمة كلها متصلة ببعضها. نبتدي يعني هنقول لك ليه فرنسا. اوكي. اولا فرنسا والمانيا هما عمودين الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي كله يستند على فرنسا والمانيا. فدول لما يقولوا كلماتهم النهارده، يعني في مظاهرات هنا وهنا على فكره، مش فرنسا بس، بالظبط في المانيا فرنسا. بس يمكن فرنسا علشان الاصوات المناديه بالخروج من الناتو صادمه. اوكي. بس انا هقول لحضرتك على حاجه. يتهيأ للبعض ان الناتو هي سياسة الدفاع المشتركة الوحيدة للأوروبيين. أوكي. لكنها ده مش حقيقي. يعني في سياسات دفاع مشتركة داخل الاتحاد الأوروبي، ويجد الشعب الأوروبي ان في غنى عن التواجد الأمريكي في سياسات الدفاع المشتركة. ليه بقى يا فندم؟ لان الشعب الأوروبي خارج من أزمة كورونا، وخلينا نذكر فرنسا تحديدا لو نفتكر الانتخابات كانت معاناه شديده في وقت كورونا فرنسا. طبعا. لا ومن اول يعني هقول لحضرتك من اول الانتخابات، خلينا فاكرين برضو ان ماكرون واخد من لوبان ال- 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 الرئاسه بفرق بسيط. ده معناه ايه؟ ده معناه ان اصوات اليمين اللي هو الحزب اللي بتقوده ماري لوبان، وهي كانت على فكرة بفارق بسيط، ماكرون كسبها بفارق بسيط، يعني حتى كان البعض يتوقع أنها تكسب. ده دليل على إيه؟ دليل على إن الأصوات اليمينية اللي هي بتميل للنزوح عن التصادم مع روسيا، يعني أيديولوجيات الأحزاب اليمينية في أوروبا متقاربة. متقاربة في حتة التعامل مع روسيا. فاحنا مش عايزين ننسى داخل كل دولة اللي حصل النهاردة، أوروبا بتجد نفسها في حرب مع روسيا. ربما هي مدفوعة ليها، مدفوعة ليها. لا ده بالنيابة. أيوة بالنيابة، هي مدفوعة ليها، لا طاقة لها ولا بالضبط، بالنيابة عن الولايات المتحدة. فالنهاردة الشعب الأوروبي عند حضرتك أحزاب يمينية بتطلع، معناها أن في أصوات بتدعمها، أصوات فعلا من الشعب مش عاجبهم السياسات الأوروبية تجاه التصاعد والتصعيد والتصادم مع روسيا، لأن كل ده بيعود على المواطن بأحوال معيشية رديئة جدا. أولهم خطر دخول الشتاء وقلة الغاز اللي أوروبا لغاية دلوقتي، هو المواطن الأوروبي فاهم وشايف الاتحاد عمال يتخبط مش عارف يجيب غاز منين، وإن روسيا أخذتهم على حين غرة دون أن يكونوا مستعدين للخوض في حرب. فطبعا النهاردة المواطن الأوروبي تعود على مستوى رفاهية معين، وتعود على حقوق معينة، وتعود على مستوى معيشة معين. فالنهاردة الحرب دي بترجعه سنين لورا. وكمان مش عايزين ننسى بجانب تصاعد الأصوات اليمينية إن كان في أزمة كورونا. طبعا أزمة كورونا أذت أوروبا كلها، مش دولة ولا واحدة ولا تانية. التباين في المواقف
ما بين الدول الأوروبية تجاه روسيا بيعتمد على مين، أنهي حزب اللي بيحكم صدة الحكم. أنا عايز أقول إن أطروحات ماكرون للحل هي وسطية على فكرة، وهي يعني هو عرض، بس هم يعني أوروبا مدفوعة إلى الالتزام بالصوت الأمريكي اللي هو أكثر إلى متى بقى؟ ما هو ده السؤال، إلى متى؟ ألن تسعى أوروبا مثلا لفكرة التهدئة؟ يعني لما نتكلم إن في أزمة طاقة، وإنه الطاقة كانت بتيجي من روسيا، وإنه في الوقت الحالي أمريكا بتمدهم بالطاقة بأربع أضعاف ثمنها، فإلى متى تصمد هذه القارة؟ وده ما رجعش روسيا عن موقفها بالضبط، تهدد بالنووي. ما هو التصعيد لو حضرتك خدت بالك عن ناحيتين، الروسي والأمريكي. أوروبا حاسة أنها في النص، مقبورة على أنها يعني التداعيات الاقتصادية النهاردة، التضخم الموجود في أمريكا، وأن أمريكا نفسها بتواجه أزمة في السياسات المالية بسبب تصعيدها لوتيرة المواجهات مع روسيا. احنا لغاية دلوقتي ما عندناش حرب مباشرة، عندنا امدادات و لكن مع تهديد الاستخدام النووي برضو الولايات المتحدة علت من وتيرة التهديدات والعقوبات و لكن العقوبات لغاية دلوقتي لم تجدي نفع، فهم بيحاولوا يحجموا روسيا لكن مش هيستحملوا اكتر من كده. خلي بالك انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، امريكا مجبورة انها تخش الحرب دي لان هي بتحارب على مكانتها في العالم بالضبط، على انها القطب الاوحد، وفكرة ان يكون في اقطاب قوية في العالم مسألة يعني هي لا تقبلها. اوروبا مش محتاجة ده، يعني اوروبا لما سعت ان هي تضم اوكرانيا كانت بتتصاعد اصوات السكولرز او الباحثين في اوروبا ان دي حركات استفزازيه لروسيا، وان ده تغلغل في العمق الاستراتيجي الروسي، وكانوا يعني اللي مش متوقعين ان روسيا هتقوم بهذه العمليه بهذه الشراسه. فهم ما كانوش محضرين نفسهم ولا اقتصاديا ولا في حاجه اسمها اقتصاد حرب، كانوا على الاقل حضروا نفسهم، حضروا مواردهم زي ما بنقول كده، حوشوا غاز يعني. لكن هو فعلا روسيا خدتهم على حين غرق. كل ده يشعر به المواطن وبيضغطوا على حكوماتهم. وده إذن ممكن القادم في تصور حضرتك يعني كخبيره في هذا الشان، القادم ايه؟ القادم بالنسبه لهذه القاره، وهذا ما يعنينا يعني في الحوار، الخطوه القادمة، هل تستجيب لمطالب الشعب؟ هل ممكن تسعى لفكرة تهدئة في الحرب خاصة في فترة الشتاء القارس؟ يعني هو اوريدي تم طرح بعض السيناريوهات للتفاوض، حتى ترامب نفسه النهاردة طلع قال لازم بقى تبتدوا تفاوض، وده حقيقي. وقالوا الماسك كان قدم اقتراح حتى يعني بفكرة تفاوض على هذه الأرضية الجديدة، يعني وتقسيم أوكرانيا، يعني نفس السيناريو نتائج الحرب العالمية الثانية، لأن كل الناس خلاص المخضرمة شايفين النتيجة، لأن ده كل ده هينتهي بمفاوضات. احنا دلوقتي هم الاثنين عمالين يضغطوا على بعض أكثر فأكثر عشان نشوف مين يقدر يصل في المفاوضات فيما بعد. لما هو أفضل انتخابات فرنسا القادمة هتكون قاسمة لأوروبا طبعا. يعني بصراحة مستقبل أوروبا هي الانتخابات الفرنسية. متوقف على الانتخابات. طب أنا عندي سؤال يمكن خارج الموضوع لكن هو ملفت للنظر، يعني ما فيش أفضل من حضرتك يشرح لنا ده. هي الأحزاب اليمينية في أوروبا ابتدت تجد لها يعني صدى وقبول عند هوى المواطن الأوروبي ليه؟ يعني في إيطاليا مثلا، يعني اتفضلي حضرتك. هقول لحضرتك هو ده كان شيء متوقع. يعني الأحزاب اليمينية بقالها فترة بتحضر نفسها للصعود لسدة الحكم. ليه بقى يا فندم؟ ده بداية من أزمة الهجرة في 2015. أزمة الهجرة كانت أول حاجة تشعر المواطن الأوروبي لأ، سياسات الاتحاد الأوروبي، سياسات الجوار غير مبدية. ده احنا مشاكل الدول الجوار بتيجي علينا، يعني مشاكلهم الاقتصادية ومشاكل حروبهم بتيجي علينا. ابتدوا اللاجئين او المهاجرين
من نتيجة الصراعات اللي حصلت في جنوب المتوسط أولهم سوريا طبعا وليبيا والهجرة من إفريقيا عن طريق ليبيا. الهجرة دي عملت بلبلة كتير في الدول الأوروبية، إن هم ابتدوا يشوفوا إن ببساطة كده إن اللاجئين جايين بياخدوا مميزات عنهم أو بيزحموهم في شغلهم. مع توالي الأزمات الاقتصادية اللي ابتدت تواجه أوروبا، وأكتر حاجة كانت قاصمة بقى بالنسبة لهم كورونا خلاص، والسياسات غير مجدية. يعني انتوا عاملين سياسات جوار، والمواطن الأوروبي برضو يعني في منهم على وعي وفي منهم اللي بيكلم المواطن الأوروبي في لقمة عيشه. يعني الأحزاب اليمينية برضو بتكلمهم في ايه، في ان احنا عايزين سياسات حمائية ضد الحرب وضد نقص القوت بتاعنا. فده طبعا بيلقى استحسان عند المواطن الأوروبي وهو ظروفه في النازل. فطبعا هينتخبهم، بيوعدوهم بمستقبل أحسن، بسيكوريتي أحسن، بتقليل تدفق المهاجرين وزيادة فرص العمل وزيادة السياسات الحمائية على كل حاجة. لا طبعا لازم يلقى استحسان. أنا بشكر حضرتك جدا دكتورة سارة كيرا، مدير المركز الأوروبي الشمال أفريقي للأبحاث، على كل هذه المعلومات.